نقولي موجود معنا بالتليفون اللاعب السابق لترجي سامي العروسي. اهلا بك سامي. اهلا بك وهلا بالسادة مستمعين اكسبريس اف ام. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس وصباح الجو باش ماشي الامور الحمد لله. تحوس المستيق سمعت. لا كريت فلاس هي طلعت نعمل ويكاند مع العائله في المستيق ان شاء الله. صح اخويا صح. باه اكيد ساعه سامي تفرجت البارح في مقابله اسبيرونس وانت نشط برشا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي اكيد تابعت المقابله وحطيت شفتك ستاتيو معين لازمه عقد طويل، ممكن هذا اجابه على الكلام اللي شفنا شويه انتقادات البارح المعين، انت رايك ظهر لي تحب معين يكمل في الاسبيرونس ومقتنع بالخدمه اللي قاعد يعمل فيها معين الشعبان؟ والله هو بنزول الحق معناتها ترجي في المرحله هذه في العام الاخراني مش نقيمه على ماتش ولا مش نقيمه على كيما نقولوا احنا مش نقيمه على باركور كامل نتاع الجمعيه. معين زعما نجحت، معين انتقل بالترجي من لعب واضح اللعب نتاعو يعني لعب الشمولي يعني لعب الشامل، يلعب لاتاك بلاسي، يلعب الكونسيرفاسيون، يلعب الجو اللي يفرج يعني الكره اللي تفرج. وهذه لو مش سهل معناتها باش فيسع فيسع يعني، ومع تبديل الجمعيه يعني بالنسبه للتكتيك اللي يلعب به معين ولا الكره اللي يلعب بها معين، فانجير يقول احسن كيف تلعب 4-3-3 هي برشلونه، بالرغم هو يلعب 4-3-3 وقتها، اما يقول لك برشلونه عندها تروا بيتير معناتها عندها نيمار، عندها في الوقت هذاك وعندها ميسي وعندها سواريز، يعني يغيب واحد يحضر واحد. معين ما عندوش لي تروا بيتير وزيد تنقص له البلايلي، عنده اتاك جديده معناتها متكونه من زوز جدد كانوا من بدري موجود ولينا نستناوه في الفورمه نتاع البدري. حتى الهوني موجود من عام ناول سامي. لا عام ناول ما يلعبش الهوني برشا، بلايلي يلعب هو البدري والخنيسي. يعني تم الخنيسي تنحل وترى تخلص ستيل اخر نتاع افون سونتر زي ما يمنعش اللي ناقص برشا خدمه يعني لانيماسيون اوفونسيف. شفنا البارح انا مشيت فرست بالعاني مشيت للاستاد البارح حبيت نشوف البلوكاج وين يصير. البلوكاج قاعد يصير في النيفو وقت نقربوا لل 18 متر، يعني وقت نقربوا لل 18 متر تم بلوكاج نتاع كيما نقولوا احنا الاتاك وقتاش تولي كيما نقولوا تبديل الريتم تقصد؟ لا لا وقتاش تولي اوكازيون دو بوت، يعني احنا تو نخلقوا في لي زوكازيون اما ماناش نخلقوا في لي زوكازيون دو بوت، شو معناتها الاوكازيون؟ وقتاش تولي الاوكازيون نات؟ هذيك الغلطه هذيك اللي ناقصنا، وقتاش تولي من اوكازيون عاديه يعني من سونتراج على اليمين ولا بروتري والا فراب والا بريتراسيون في الدوزي متر، وقتاش نبدلوا تولي للجمهور يولي اوكازيون، يعني يقول لك والله هذه بونتو. شوف اش خاطر نقصت اللمسه الفنيه اللي كان يعملها البلاي اللي كان يعملها سعد بقير هنا الاسبيرونس فماش الملاعبيه من النوعيه هذيك اللي تخلق الفرق. هذا حكينا فيه لي كاليتي تكنيك نتاع الملاعبيه تحكم، كيما قلت لك ليبيتور الاصلي ليبيتور اني لما ديبيتور معناتها احنا توا باش نحكيو في الكوره شويه باش نتعمقوا شويه مع العباد فينا باش نقولوا ثم ديبيتور اني يعني حتى في الخدمه تاع ترافاي سبيسيفيك قدام الكاج ثم ديجيست اوتوماتيك وديجيست اني نجموا احنا ماهوش بيتور اني ماهوش هكا البيتور كيما سامي العروس يقول كل ماتش هبط ماركه ولا كيما ميسي ولا نقولوا احنا في لونيفو ولا رونالدو يخلق لك لوكازيون هذاكم يجيهم في لوكازيون نتاعهم في الماتش يعني يخلقها لك الفرصه نتاعو لازم يخلقها لك ولا زوج فرص نتاعو ثم كورجي اخرين عاديين مش عاديين البلايلي يخلق لك لوكازيون نتاعو يحط على ساقه ويحط لك الفراب وتولي لوكازيون دو بوت الهوني بعيد شوي يجي اون لون دو كورس البدري زاد ينجم يخلق لك لوكازيون نتاعو اما احنا تو نحبوا نقولوا اللي نحبوا نخدموا على خدمه ثم خدمه يعني ناقصه قدام التزويت ثم انيماسيون اوفنسيف ثم دي كاليتي نتاع الجوار ديما تحسن قاعدين نخسروا وقاعدين معين قاعد يوفر في الكيب لكن البلوكاج قاعد يصير لقدام مانيش عارف نجم نحكي لك حتى البلوكاج مرات يصير سونتراج تلقى لي تروا معناتها تلقى فون سونتر واحد وتلقى الاخرين خارجين خارج برا من 18 يعني معناها سور نومبر في 18 مرات يا فون سونتر ياخذ تقبل السونتراج راسيل واقف يستنى مرات فون سونتر تلقاه لبرا يعني ثم تايمينغ ناقص ثم برشا حاجات ناقصه وهذه هو وقت راهو واحنا تو فور اوبليغاسيون نحبوا نحضروا هذا الكل معناتها رابيد صعيب شويه ويلزم ترافاي سبيسيفيك قدام الكادر ويلزم هذا تو في لو نيفو يترناو لان الترجي ما عندهاش لي مويان باش تجيب اونترونير سبيسيفيك قدام الكاز لكن يلزم الانيماسيون اوفونسيف راهو ثم برشا قرايه وبرشا خدمه وبرشا قدام. باهي كيف شفت تعامل معين سامي مع المقابل باهي خاصه على مستوى التغييرات اللي عملها؟ لا هي بيناتنا معناتها الناس الكل معناتها ماهيش انا ماهيش كان رايي انا معناتها الناس الكل قعدت
علاش التغييرات هذه ما عملش المبرر نتاعو. ما عرفتش انا سيرتو خروج الملاعبي تدخل وخروج الملاعبي وماهوش كاتاستروفيك فيك الدرجه اللي الناس الكل خزرت اللي هو ولا زفرت عليه جمهور ولا ملاعبي صغير تكتيكمون. تقصد محمد علي برمضان؟ لا لا هذيك اللي ما عجبتني هو فسر قال دخلت وقت تذهب بونسو بعد خرجت كي حسيت ليكيب حاجتها اكثر اوفونسيف القدام معناها رائد الفائده ولا برمضان كيف كيف كاليتي تكنيك كاليتي تاع الوقفه في التيران اوفونسيف القدام كنت تنجم تخرج ريال هذه ما فهمتهاش الباقي الكل عادي يعمل لي شو نتاعو تكتيك ويختار كيفاش يلعب اما هذه اللي انا ما قبلتهاش وكاو فما نقطه اخرى مثلا خروج الهوني اللي كان في المقابله يمكن افضل من البدري اللي ما شفناش ماتش كامل البارح هنا نظره مدرب احنا كان تفرجنا في الهوني كان في المقابله باهي صحيح انا كنت في التيران باهي لكن هو يقول لك ديما ما عرفش قال لي ثم ديزونترونور يقول لك هذاك كاشي معناتها عنده ديكاليتي كاشي بدري في اي لحظه ينجم يقول لك يخلق لك فرصه ولا بيوت افيكاس قدام الكاش افيكاس فوالا الهوني تحكم فيه شويه حسما مش تخلق عذار انا تو نقول الهوني تحكم فيه الكاليتي دو فيتيس يعني الفيزيك اذا كان تاحل ما في الفيزيك نتاعو ينجم معناتها الدريبل نتاعو نكورس ولا حاجه ينجم ينقص هو يراه كيكا ما عرفش كيفاش راها اما صحيح في النظره الناس الكل برا تقول اللي تقول اللي اللي الهوني كان في فورمه معناتها لاعبي كما بنشوق اللي هو منتدب جديد البارح كان اورليست ما كانش ينجم يعطي الاضافه بنشوق وخصوصا يعطي التوش تكنيك اللي في وسط الميدان افتقدها ترجي ماتش البارح ماني هو بنشوق والخميسي هذه هذه كما قلت لك هو بنشوق هو ريجيستور في الاصل نتاعو الطبيعه اذا كان ما مشيتش كيف منا باش نقولوا كان ينجم يكون هو بنسوق زاد الريتمون نتاعو كان بالنسبه لي انا كنت قبل بن ساحه زاد كان ينجم يلعب قبل في لي شونجمون نتاعو معين عمل شونج بوست بار بوست معناتها كان ينجم يحط الريجيسور ولا كان ينجم يزيد ان دوزيام افون سونتر يبدل شويه في الوقفه في التيران وهذيك يمكن اللي نراها انا البارح ما خذاش ريسك معناها ما عملتش شونجمون تكتيك عمل شونجمون بوست بار بوست يعني خلى ديما الديسبوزيتيف نتاعو خلاها هي جديدة معناتها 4-3-3 وقعد يخدم بها للاخر وما لقاش فيها الحل كان ينجم الديسبوزيتيف كان ينجم يزيد زعما اون سونتر الخميسي والا كان ينجم يحط ريجيستور بنشوق كنت نجم تمشي خير لكن الشوا نتاعو ما مشاش بالطبيعة باش نقولوا شوا الاخر كان ينجم يكون يمشي وكا كيف انت حكيت على الخميسي ما تشوفش كان ينجم يكون موجود البارح قبل وتراه في البريود الاخرى ولا في البلوك با لست خير في وترا ولا في الماتشات اللي عداهم وترا الخميسي قاعد يفقد في المركز نتاعو قاعد يفقد في الكاليتي نتاعو وترا مش تاع 90 دقيقه ديما في لي زافونسونت ديما عطي حتى كان كاردور عطي 20 مينوت عطي 70-20 مينوت مينيموم باش لي دو زافونسونت نتاعك يقعدوا لك اون فورم انت لازمش تعمل انت ماتش كامل بافون سونتر واحد وكيك تخسر حتى في المورال ولا تخسر حتى في الكاليتي تاعو وكاين ينجم يكون ان دوزيام افون سونتر قلت لك انه ترشوا سيرتو في البال ايريان والديفياسيون في الاخر شوا تكتيك شوا تاع معين نجمو خرجوا البارح نجمو خرجوا برشا غلطات مع ريزلتا نيجاتيف معناتها كنا نجمو خرجوا برشا غلطات واحنا ما نحبوش تو نقولوا عثرة وكا وتم التصليح باش يكون وهو زاد يجي يصلح من روحه شويه ونجم يمشي اكثر لبعيد يسيرتو معناتها في الديسبوزيتيف في الكاليتي نقولوا احنا في التكتيك نتاعو في الشوا نتاعو اللي ماشي فيه لكن انا نقول راهو اذا كان ما ينجحش القدام راهو يولي جو نيجاتيف اذا كان ما يلقاش سوليسيون القدام اذا كان ما يمركيش اذا كان راهو ذي الاتاك الاتاك لونج تسمى في الاتاك بلاسي لما الاتاك بلاسي رابيد تلعب فيها ليفربول شونجمون دو ريتم تاع تروز اتاكون تاعو صلاح وماني والبرازيلي ثم الاتاك لون هذه تاع البرسا اللي تحط لك الكيب الكل وتبدا تدورك في الكوره وتعطيك وتربح الانرجي يعني تنقص لك من الانرجي نتاعك باش تلقى الباس اونتر لين اونتر لي زون وتلقى براس بروفوندور الاتاك هذه لو كان ما تلقاش شكون صناعي القدام وبيتور راك باش تقعد اذا كان تكور هكاك حتى الجمهور باش يقلق
وحتى الناس تقلق وابارتير من من 25 من 30 مينوت من 45 مينوت باش تلقى روحك في بريسيون عاليه برشا من الجمهور واللي يتفرج واقل غلطه تنجم تدخلك في ريسك اخر. الريسك الخايف منه انا توا هو الريسك نتاع النفساني، يعني الملاعب يولي يتمس نفسانيا يولي فيزيكمون ما عادش قوي، وفي سيرتو في رادس قاعدين نضيعوا شويه في المونتال نتاع الملاعبيه، حتى يولي يخاف الملاعبي باش يمس كوره ولا باش يعمل دريبل ولا باش يعمل بلوس يولي يتخلص منها فيسع الكوره، وسيرتو الانترونور طالب منه باش يتخلص من كوره فيسع وما يخسرهاش يولي يتخلص منها وحتى يكوفريها ويرجع التالي وكيكا نخسروا حتى الكرياسيون نخسروا نتاع الملاعبيه نتاعنا وما نجموش نعملوا معناتها الديفيرينس، ما نجموش نعملوا الديفيرينس وذاك اللي يخوف. انا اكثر حاجه تخوفني هذه مونتال نوصلوا 30 مينوت يولي الجوير ما عادش يعمل كرياسيون وما عادش تلقى شكون القدام يدز لك ولا يجري لك ولا يعطيك البيس، يولي الناس كل خايفه وتولي الوقت اللي يتعدى عادي وتولي الكره نيجاتيف برشا ما عادش بوزيتيف. سيمي فنيا علاش لاسبيرونس البارح خير من اللي في رادس تلعب؟ يا انت وقفة البلوك معناتها احنا البلوك با في رادس تجيك جمعيه كيما اسي ولا كيما لعبت البارح تعمل لك البلوك با، والبلوك با راهو نحب نفسر لك شويه حاجه باش تفهم. احنا ربحنا السياسات وعملنا طرح كبير وربحنا الرجاء غاديكا، علاش؟ خاطر عملوا لنا البلوك الفوق، البلوك الفوق وقت تدور كوره باللارجور والبروفوندور يتعب فيه ساعة، البلوك با ما يتعبلكش، علاش؟ خاطر هو الفيتيس نتاعو باش يكون اونتر 5 10 متر ويكون في بلاصتو مش يتحرك برشا معناها. صحيت يكمل لك ال 90 دقيقة ويسيرتو أنت ما لقيتش البالايريان، إذا كان هو زاد في البالايريان قوي وكما البارح جانا جارديان يخرج الكور كل ايريان معناتها خذاهم تبارك الله عليه معناتها جارديان يقرا التايمينغ ويقرا اللاعب برشا، دونك أنت خليت ليكيب انرجي حاضرة ما تعبتهاش وسيرتو ما لقيتش سوليسيون في البالايريان، ما لقيتش سوليسيون في الديفياسيون، ما عندكش شكون يشوط من تالي، ما عندكش شكون يماركي في الفراب، ما عندكش شكون يماركي في الكوفرون ديريكت هذوما في البالاريتي، دونك باش تقعد حتى ساعتين ثلاث ساعات ما تلقاش حل، وهذيك هي المشكله، وهذيك مشكلتنا تو في البلوك با، البلوك او زاد اللي يطلعوا علينا برشا كيما جاتنا الاهلي طلعت علينا زاد لقينا بروبليم، يمكن مازيمبي غادي يمكن باش تطلع علينا نحضروا تو في كوب دافريك نجم جدا باش نلقاو بروبليم في اللي يطلعوا علينا القدام وخروج الكوره باش يكون صعيب باش يكون بافيك باسلون، ولانه عندنا احنا الـ يعني الكاليتي تكنيك باش ندوروا كوره التالي، يعني راهو النيفو افريكان طلع شويه، الكوره نتاعنا صعيبه اللي يلعب فيها معين صعيبه ماهيش بلوك وطيش والعب وجري واستنى، كوره صعيبه ويلزمها برشا 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 وقت ويلزمها انترونور عنده ثقه وانترونور كيفاش يقولوها معناتها حتى الجمهور يثق فيه يلزم، راهو هذه المشكله زاد كما يثقش فيه الجمهور نتاعو ويسيرتو في حتى في الاخطاء الانديفيديوال راهو فيها برشا اخطاء انديفيديوال هذه راهو تنجم تاكلك بونتويات تك تشوف انت في جوارديولا ينجم ياكل خمسه عادي ياكل اربعه عادي تنجم برشا مش في نهارها تنجم الريال تاكل خمسه عادي، احنا لازم نفهم ونطلعوا بالي اخرى ونقولوا رونتونر اسمعني ديسبيرونس ناقصه ديريكسيون تكنيك ناقصه ديريكسيون تكنيك معناتها ديريكسيون تكنيك هو باش نحكيو بصراحه اللي هما ما يحبوش يعملوها في الاسبيرونس موجود كمال قلتي مدير فني سيم تي لا مدير فني نتاع لي جون ديريكسيون تكنيك سينيور لي ريكروتمون مدير رياضي تقصد مال لا لا ديريكسيون كامله ديريكسيون كامله ما نقولش مدير رياضي نقول ديريكسيون تكنيك ناس 10 5 من الناس يخدموا ماهيش ناقصه الاسبيرونس فلوس باش تخلصهم وهما اللي يعملوا ريكروتمون باش نقول لك علاش ديريكسيون تكنيك تقول لي انت هاو نستشيروا هاو نجيبوا فلان هاو نحطوا فلان هاو عندنا شكون لا لا مش هكاك الظرف في شكون تو ماشي تو ما مش في معين ظرف هكا ولا الناس الكل تو داير على معين وماشي فيه هو الضرب شكون باش يحميه تو معين هاي شكون يخرج يحميه فيسبوك باش يحميه انا باش نحميه نكتب كلمتين ولا باش نحكي في الراديو نكتب كلمتين سامي اكيد انت قريب وتعرف موجود شكون يستشيرهم سيد حمد المد مش معلنين صحيح لكن فما اشخاص اكيد تعرفهم انت ما يجب درويحهم في الحالات هذيا هم وينهم هذوما فهمني ولا ماكش فهمني تو شكون باش يخرج يتكلم اي حاجه باش تعملها راهو باش تشتغل كي تخلق انت تصنع كهرباء ولا باش تعمل انت تليفون ولا لازمك تعمل لونتي شوك اش معناتها لونتي شوك يعني باش تصنع كهرباء لازم تعطيني قطاع الغيار باش تطيح انت باش تطلع في باراشوت ولا باش تطلع في نهارش انا لازم عندك ديما عندك لو سوليسيون
شكون اللي باش يعمل الشوك، شكون باش يعمل الشوك نتاع لونتي شوك نتاع لي ديفيت اللي باش يعملهم معين ولا خساير ولا ولا اختار ما باش يخرج الديريكسيون كي تقول السيد هذا في الخدمه واضح متفاهمين معاه احنا نجزوا معاه باش يقعد هنا باش يخدم ويتحمى وكذا والناس الكل تسكت خاطر الناس الكل بتستاذخ في الديريكسيون تكنيك وما ثماش مصالح في اللي موجود وراه انا راه في تونس لونترونور كيما معين تو اكزومبل يواجه في طيار كبير موجة عالية برشا نتاع فيسبوك موجة عالية برشا نتاع اعلان تو تدخل عليه تو اكل زاد اللي يحبوا يكسروا التراجي زاد اللي يحب يكسروا الخدمة الكبيرة اللي تخدم فيها التراجي تو عادي برشا وفئة من الجمهور زاد الله اعلم مصالحها زاد تعطيك نهار الماتش وبشوي بشوي يبدا بشوي بشوي حتى لين الانتوراج يولي خايب وحتى واحد ما يخدم الانتوراج خايب احنا في الاوروب بالرسمي يقول لك جيتو كونترا مثل 224 ولا 224 اي الانتوراج يتهنى يقول لك انا نعمل اللي نحب والجمهور يخاف والجمهور يسكت خاطر ثم ثقه ثم ثم دي زونتورنور يجي ويقولوا سي موا الانتوراج يعرف روحه سي موا انا يعرف روحه انا راهو شوفوك ثم دي جوار رونالدو علاش خرج من ريال مدريد ما هو قالوا له باش نعملوا كونترا بعام نعاودوا لك قالوا مانا نتاع عام فهمني ولا اي واضح باهي كان ضيفنا باش يكون في الساعه الثانيه السيد خليفه عجبيل المعلق الرياضي المعروف تاع قبيله قبل شويه استغل فوسط وجوده مسياش اكيد خبره كبيره في الميادين سي خليفه مرحبا بك ساعه اهلا وسهلا بك باهي نحكي اكيد شاهدت المقابله البارحه اول حاجه نعرف شنو رايك في كل سمع فيه من سامي العروسي وكيف شفت الماتش البارح مرحبا بك سامي على السلامة مرحبا تغليف عايشك ربي يخليك كل في كل الأحوال تقريبا اللي أتى عليه سامي العروسي 90% يمكن في مخي أنا بقى أنا عندي ملاحظات يوافقني أم لا أم يجيب إذا كان هو يعترض على هذا ما تنساش الترجي التونسي يعتبر من الناحية الفنية في فترة انتقالية أربع ركائز كبيرة مؤثرة في تشكيلة الترجي وانت تعرفهم الرباعي هذا دفعة واحدة اثنين ستيل كنت نحكي عليه تحكي عليه الترجي كان يعمل لك البلوك ويامرسي على الجناب يعني بكونتر رابيد تو يلعب في الاتاك بلاسي وهذا لاحظناه وهذا يتطلب وقت النقطه الثالثه هو العامل الثالث ربما اللي خلى الترجي مازال ما لقاش الاوتوماتيزم اللي يلزم يكون عليه هو ايضا انه مجدد بنسبه 60% الترجي الرياضي التونسي هل ترى ان هذه العوامل هي اللي خلات ربما المردود على الأقل في الهجوم متذبذب شوية رغم أنه كي تشوف حجم اللعب والفرص قبل 30 متر الأخيرة يعني مهولة وديما ماخذ لدوسي على الأندية اللي قبلها العامل الثالث أو الرابع اللي جبته أنت طه ياسين الخنيسي هل طه ياسين الخنيسي هكا فجأة يعني أصبح ربما لاعب احتياطي بالكامل أم أن إلى جانب الهبوط الفني قد يكون ذلك صحيح هل هناك مسائل أخرى وانت عرجت عليها بين ظفرين وسوزونتوندو قلت الجمهور واللاعبين وكذا والتنبير وما نعرفشني يعني ولاعب يحب شي عامين ويحب ثلاثة يعني هل هناك سبب إداري أبار السبب الفني اللي يخلي الخنيسي اليوم ولا لاعب احتياطي باهي مش نرجع بالنقطة بالنقطة وباش نفسر أكثر حتى كلامك كله هو صحيح هذا هو اللي المغزى هذا اللب نتاع الموضوع اللي باش نحكيو فيه باش ندوروه على يعني كانك عملت سيركل على كل شيء موجود وباش تبدا تخرج من النقطه بنقطه باهي النقطه الاولى راهو التكتيك اللي يلعب به معين يلزمو ان تروا بيتور اش معناتها تروا بيتور يعني ثلاثه بيتورات يعني واحد على اليمين وواحد في الوسط وواحد في اليسار اذا كان تبلوكي لك واحد واذا كان تبلوكي لك اثنين على الاقل لازم تلقى حل في الثلاثه ريت ليسبيرونس في المده الاخرى اذا كان خرج لك البلايدي ركيزه من قدام البلايدي تان بيتور راهو سي تان الي بيتور والبدري سي تان الي بيتور الخنيسي عم ناول سي تان بيتور اذا ما نقولوش خايب ووصل معناتها في البريود يلعب حتى على ميور بيتور في الشامبيونا معناتها الثلاثه هذوما عم ناول كانوا ناجحين خاطر ثم ايكيليبر ثم ايكيليبر لكن نقول لك انا حاجه اللي سنا الهوني مش ديما ولو مش بيتور وعندي انا الهوني سي تان باسور معناتها الهوني راه وعنده النزعه الفرديه سامحني سامي عنده النزعه الفرديه وعنده يلعب الروح وبرشا ها نقولها صحيح فوالا وماهوش بيتور كل ماتش تلقاه فهمني ولا البيتور هو سي كل ماتش تلقاه يعني كما قلت وانا بكريك قلت له فانجير قال برشا تلعب احسن برشلونه تلعب احسن خاطر عندها تروب بيتور عندها ميسي وسواريز ونيمار كان يكون عندك تروب بيتور هذوما ما تخافش على القدام احنا توا
وترى كيتخلى بيناتنا نحكي مع بصراحة ماهوش امبيتور وترى سيتان اتاكون بيفو يلعب ظهر تو نحكيو لا صاحي تو نحكيو نهار الاتاكون بيتور الكاليتي نتاعو تو نحكيو اتاكون بيفو تو نحكيو اتاكون لي وتو نحكيو اتاكون الهوني سيتان اتاكون إلي ترى شنو تقول لي ماهوش بروفون لي معناتها يحب يكمل بافيك سونتراج وقال يكمل افيك روتري ماهوش اتاكون دانتيريور مثلا كيما ميسي اكل يحط على ساقه ويماركي ولا يشوت ولا كيما نيمار اللي يحط على ساقه العكس ويماركي ويشوت سيتان اتاكون إلي اتاكون إلي ماهوش بيتر قالت لك البدري مرات يجيك مش في فورم وش نهار اللي قال برشا شوي البدري نحس فيه معناتها ماهوش شكل ستابل لك اللي عادينا روندمون كل ماتش ولا كيما عمناول ولا كيما لي زاني اللي فاتوا ما لقاش روحه يمكن في ما نجموش دونك هنا باش نحكيو على لين داتاك لين داتاك سي في الاسبيرونس يلزمها وقت يلزمها خدمه يلزمها اذا كان حد ندخلوا فيها الدود ثم جوارات الدود الخنيسي صحيح خسرناه على خاطر هو يلعب بابا كان سيرو اتاكون يخير يقول لك وترى يرجع لي ويعمل لي ان بيفو ويركح لي الكوره ويخلت لي ليكيب ستيل دو جو اختاره هو الخنيسي اللي يعمل الخنيسي والله جيت بريود قلت يشبه لي شويه في اللعب خاطر هو يشاور هو لاتاكون كيما نقولوا احنا لاتاكون رونار يعني اللي يلعب على الليني يلعب على لابيل يلعب على الجري يلعب على البوينت فيتيس نتاعو يلعب على الديرنيير ديفونسور لكن ما خدمهمش صحاح لو كان جاي شكون يوريه شنو معناتها كيفاش يخدمهم كيفاش يقف على الليني كيفاش يعمل لابيل وكيفاش يقف في 18 متر وكيفاش ضيع يعني كيما نقولوا احنا ما تحسنش وخيروا عليه وترى وزي الكل راجع عليه هو حتى الماتشات اللي هبطهم هبطوا شويه ما كانش يعطي في الروندمون ما عطاش في بلوس وقاعد يبيع الخنيسي قاعد يبيع من قدام عينينا كيما ضاع الماجري اسمه الماجري وكيما زاد ضاع الجويني كيما ضاع ما فماش معناتها شكون يعطي بالضبط وشكون يحسن لي كاليتي نتاع لي زاتاكون يعني نجيو للنقطه الثانيه اللي حكيت عليها انت تاع انه الاتاك بلاسي اللي يخيرها معين ما عادش شكل اتاك رابيد كيما نقولوا احنا كتفك كوره وتمشي ديريكت الاتاك الستيل هذايا راهو ستيل صعيب برشا انا نقرا عليه يمكن 10 سنين ستيل هذايا وفسرته حتى يلزموا لاعبين مهاريين بدرجه عاليه زاد ولا راهو باهي نحي هذا الكل مش نعطيك المهاريين ونعطيك ثم حاجه باهي مفقوده عند موين ماهيش موجوده جوارديولا كي دخل برشا وحب ستيل هذايا اش عمل؟ تعرف شكون نحى ما كان موجود بديت في البرازيليان رونالدينيو وشكون نحى زاد اخو نحيتو نحيتو زوز اسامي هذوما علاش نحاهم يقول القايل علاش وثم شكون يحكي زافي قال راهو ما حكاش مع ايتو بالكل جوارديولا حتى باش يحكي معاه يبعث له في زافي يحكي معاه ويوصي فيه حتى ايتو شخصيته قويه ورونالدينيو شخصيته قويه الستيل دو جو هذا لونترونير يزمو هو يكون اقوى واحد في المجموعه علاش خاطر هو اللي باش يديريجي ستيل هو اللي باش يحكم عليك كيفاش تلعب هو اللي باش يحدد لك اللعب نتاعك خاطر في اي ابليكاسيون باش تعملها ولا في اي يعني ما تنجمش تشد لي كره وتخسر لي فني ولا صراحه يعطيك الصحه تقريبا تحليل فني شافي وكافي سامي مشكور جدا سامي العروسي اكيد خلطنا الوقت نتاع الاخبار ما تلف ونص تلحق بينا زميلتي صابرين بن محمود اهلا بك صابرين شعلنا خبيرات اليوم مخالفات صحيه كما نعرفوا لقيت هذه ديما تسجل فيه برشا مخالفات صحيه دونك خليكم على اخبار مع صابرين بن محمود وبعد مواصلين في زون ميكس حتى للخمسه متاع العشاء زون ميكس